مركز حاضنات الأعمال الرقمية. تلعب التكنولوجيا دوراً بالغ الأهمية في حياتنا المعاصرة، وسيظل أثرها في تغيير نمط حياتنا اليومية قوياً في المستقبل. لذا تم تدشين مركز حاضنات الأعمال الرقمية عام 2011 لتعزيز الابتكارات التكنولوجية في إطار خطة عمل طموحة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر. ويساهم المركز في تعزيز مكانة قطر بوصفها محوراً رئيسياً للتكنولوجيا، حيث تمتلئ السوق بمنتجات تكنولوجية جديدة تم تصميمها هنا في الدوحة لتوفر حياة أكثر اتصالاً واستدامة لأفراد المجتمع القطري. ويأتي هذا التطور مدعوماً بالبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والطائرات بدون طيار والأمن السبراني والتحليلات التنبؤية والحوسبة السحابية التي تتكامل فيما بينها لتوفر لنا طرق حياة أكثر ذكاءً وفاعلية. ويقدم المركز النصح والإرشاد في مجالات التكنولوجيا والأعمال، ولا سيما البرنامج الإرشادي المتميز. وقد نجح المركز حتى الآن في مساعدة 51 من رواد الأعمال ليخلق بدوره 33 فرصة عمل. كذلك بلغ إجمالي قيمة الشركات الناشئة التي تخرجت من المركز 1.6 مليون ريال قطري. مركز حاضنة الأعمال الرقمية هو الهدف الأساسي اللي بلشنا فيه نحن أول ما بلشنا الشركة، كان الهدف أنه نحن نحتضن بالحاضنة اللي هي أصلاً تحت مظلة وزارة الاتصالات. وزارة الاتصالات تعنى بأمور التكنولوجيا، ونحن as five technologies كمان عم نشتغل شيء بالتكنولوجي. فكان الهدف كتير بصراحة أنه نحن نجي على مركز حاضنة الأعمال. حاضنة الأعمال الرقمية قدمت لنا العديد من الدورات، منها دورة التخطيط المالي والتخطيط الإداري، ومنها الأجايل مانجمنت اللي فادتنا كثير في حياتنا اليومية عدا عن حياتنا في شركة كرناس. دورهم أكثر مما هو توجيه وتركيز، بالعكس خلينا نقول عشان نكون حاضرين في بيئة ريادة الأعمال، وجودنا في حاضنة الأعمال جدا ساعدنا على هالشيء. طبعا فعاليات محلية خارجية، رحنا أكثر من فعالية، حضرنا مؤتمر موبايل وورلد كونغرس في برشلونة، وحضرنا مؤتمر عرب نت في دبي. نحن بلشنا باللانش باد بروجرام اللي هو عبارة عن 5 شهور ناخذ مكتب بمركز حاضنة الأعمال الرقمية، وبصراحة كانوا كتير كرمة معنا بهداك الوقت، ساعدونا كتير لحتى أخذنا الانكيبيشن، آمنوا بالفكرة تبعنا وآمنوا بالستارت اب اللي احنا عم نشغل عليه. ساعدونا وايد في الدعم والتوجيه، يعني احنا بحكم ان احنا ما عندنا خبرة وداشين مجال جديد بالنسبة لنا، ما عندنا الخبرة الكافية اللي نقدر نتخذ عليها يعني بناء عليها قرارات. قدمت لنا منتورشيب كورسز، قدمت لنا التيم اشتغل معنا بطريقه كثير حلوه بصراحه. الاجايل فاندمنتال كورس اللي اخذناه اول ما فتنا على الانكيبيشن بصراحه غير مفهوم البزنس والمانجمنت بالنسبه لي انا كسيو. الاكسبوجر اللي حصلته من التجربه هذه ضافت لي الكثير صراحه، والحين احس ان عندي امكانيه اني انا افتح او اني احول اي فكره ثانيه لمشروع. يمكن أنا الموضوع أول مرة أخذ مني 2، الحين ممكن يأخذ مني 6 شهور أو سنة إذا مو بأقل أصلاً. اللي عنده فكرة لازم يكون عنده passion، لازم يكون عنده vision، ولازم يكون عنده action plan. فخلي يبدأ ويتوكل على الله ويبدأ بالخطوات الصغيرة. ممكن يكون إيميل بس الموضوع إنه يرسل إيميل أو إنه يفتح سجل تجاري ويتوكل على الله. فأبدأ حتى لو إنك تسأل. يعني السؤال هذه مجرد إن الواحد يسأل عن أول خطوة هو يبي يتخذها، راح يشوف نفسه لا قاعد يأخذ الخطوة الثانية والثالثة والرابعة لحد ما يشوف نفسه لا الموضوع بدأ وصار جدي وتحولت الفكرة إلى حقيقة. لكن هذا ليس كل شيء، فلا يزال لدى المركز الكثير ليقدمه. بادر بالاتصال بنا اليوم وانضم إلى مجموعة متنامية من رواد الأعمال من الرجال والسيدات الذين يشاركون بفاعلية في سوق التكنولوجيا المتطورة في قطر.